بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة بتقول في مقولة يا جماعة بتقول إن الإبداع القدرة على التبسيط، يعني كل ما تقدر تبسط الأفكار الصعبة جدا 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 وتوصلها للناس، ده أنت دليل إنك فعلا مبدع. المبدعين مين هم؟ اللي بيعرفوا ياخدوا الأشياء الصعبة جدا ويبسطوها لغاية ما الناس تفهمها وتستوعبها. بحكي الحكاية دي ليه؟ بحكي الحكاية عشان وانا في انجلترا من حوالي شهر لقيت فيلم مالي الدنيا وكل الاطفال عايزين يدخلوه. الفيلم كرتون اسمه ايه؟ اسمه انسايد اوت، من الداخل للخارج. يا جماعة فيلم كرتون معمول للاطفال. تخيلوا الفيلم بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن علم النفس. يا نهار ابيض، علم النفس ده انت عشان تقعد تشرحه للكبار دي مشكلة. لا 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 لا، ده عاملين حاجة مبدعة. ايه الفيلم؟ الفيلم عبارة عن ايه؟ الفيلم بطلة الفيلم بنت، بس الابطال اللي معاها خمسة. مين الخمسة دول؟ اشخاص مجسدينهم لحاجات جوه الانسان: الغضب، السعادة، الحزن، الخوف، الإهمال أو الزهق عند الأطفال. خمس أشياء بيتعاملوا مع البنت، وكل واحد من الأشياء بيقولك هو بيتصرف إزاي وبيفكر إزاي. يا جماعة ابني عنده 8 سنين دخل الفيلم، الولد فاهم السعادة بتيجي إزاي، طب والحزن بيشتغل إزاي، طب والخوف بيشتغل إزاي، وإزاي بيتخانقوا مع بعض بس في شكل كرتون. بس هو بيعرض حاجة صعبة جدا، حاجة عشان تقعد تفهمها للأولاد ده أنت محتاج مش ممكن يفهموها. تخيل بقى تقعد تفهم إزاي مشكلة الحزن بتتعارض مع مشكلة السعادة في داخل النفس البشرية، فيحدث مش عارف انبعاج في عارفين الحاجات الصعبة دي. الفيلم بيعرض الخمسة وازاي كل واحد من الخمسة بيأثر على شخصية البنت، ازاي الخوف بيحركها وازاي السعادة بتحركها، والفيلم كله دراما الخمسة بيتحركوا مع بعض. لكن الفيلم بيقول ايه في الاخر؟ الرسالة دي هيفهمها ابني الصغير. الفيلم بيقول في الاخر لازم هيفضل جواك الخمسة، لازم الخمسة موجودين، الغضب والحزن والسعادة والخوف والقلق، لكن خلي القائد دايما هو السعادة اللي يتحكم في الآخرين. تخيل، يعني عايز يقول لهم انت القائد بتاعك، وبيوصل بالدراما ازاي ان البنت في الاخر بتبقى سعيدة رغم ان جواها خوف وجواها حزن، لان هي خدت قرار ان السعادة هي القائد لحياتها. تخيلوا ان ابني الصغير عمر وابني الكبير علي طالعين من الفيلم بيقولوا لي يا بابا السعادة قرار. بقول لهم ايه السعادة قرار؟ بيقولوا لي الفيلم بيقول كده. الفيلم احنا تعلمنا من الفيلم ان القائد بتاع حياتنا هو السعادة. يا جماعة كمية الاطفال اللي داخلين الفيلم كمية رهيبة، طوابير على الفيلم اللي هو انسايد اوت داون. ايه الفكرة اللي انا عايز اقولها؟ القدرة على التبسيط. ازاي يا جماعة نوصل لولادنا بافكار بسيطة تصلح حاجات كبيرة هم مش فاهمينها؟ ازاي نهتم بولادنا للطريقة دي؟ ازاي يتعمل فيلم كرتون بهذه الصورة علشان يفهم ولادنا امور صعبة؟ ازاي احنا ككبار محتاجين نفهم ان السعادة قرار، وان بسمة امل لكل انسان يخلي قائد حياته هو السعادة؟ كلام كبير محتاجين نتعلمه احنا قبل ولادنا. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.